مرحبا بكم في قناتي أنا اليازية والنمر الوردي. حلقتنا لهذا اليوم عن حقي الكتكوت مشاغب. كتكوتي مشاغب تعور هنا في رجله، هنا شوفوا الدم بيتعور. الحين احنا دعينا البيطري والبيطري بيعملوا جراحة حقه. يشتي يعمل له تنظيف كامل، بعدين حيرجع يغلق له جرحه، بعدين حيكون تمام. هو نكع وتعور، وهنا اصبعه تعورت. شوفوا ما يقدرش يوقف برجله، هذه رجله هنا متعورة، يوقف برجل واحدة. هذه رجله هنا ضروري يساعده وابزه. هو ما بيقدرش. هو شوفوا ما بيقدرش يوقف. ضروري امسكه. شوفوا ما بيقدرش يوقف. مرحبا باليازية. مرحبا ايها البيطري. كيف حال كتكوت؟ انها تعور هنا. شوفوا يا بيطري. هيا هيا. انها اصابة صغيرة. طيب يجب أولا نقوم بالتعقيم. طيب يا بيطري يا دكتور. لا تخف، إنه المعقم يا كتكوت. كتكوتي المسكين. انظري إن المعقم بدأ بالمفعول، وانظري إنه بدأ يتحسن. جميل. وبدأ يقف عليها. امسكيه قليلا، سوف أقوم بإنهاء عملي. هذا هو. جميل جميل. يجب أن نأتي بعود يكون على مقاس قدمه لكي تمسكه مدة يوم، يومان، ثلاثة أيام. إذا احتاجت سوف نزيد في زيادة المدة.
تمسكيه جيدا. حسنا. شوفوا كيف الآن رجله. هذه رجله سيتحسن عما قريب. حسنا يا دكتور. فنقول وقد انتهينا. لقد انتهينا كتكوتي. Yes.
يستطيع الوقوف. كيف هو الآن؟ أحسن من ضيقه؟ نعم يا طبيب. نحن نقوم بمساعدة الحيوانات المتضررة. شكرا لك أيها البيطري. العفو. والآن يبقى له جرعة دواء. حسنا. والآن جرعة من الدواء على الأكل، قليلة جدا. إن الكتكوت حسنا جميل جدا. كتكوت الحبوب. إنه يحب دكتوره الذي عالجه ويجلس عنده. نعم إنه يحبك أيها الطبيب. لقد أعجبه الطعام. وفيه قليل من العلاج. وإلى اللقاء يا كتكوت المشاغب، بعد أسبوع نريد أن نراكم. وإلى اللقاء، وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. فرجع كتكوت المشاغب إلى أخوته. أرأيتم المشاغب؟ ها هو. مشاغب يأتي. أتى مشاغب. انتهت حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسوا أن تعملوا لايك، شير، سبسكرايب.